بدء عودة المدنيين إلى جرابلس بعد استكمال السيطرة عليها من طرف قوات من المعارضة السورية. الأمم المتحدة تدعو أطراف اتفاق درية لضمان تنقل طوعي وآمن للسكان من المدينة المحاصرة. وجلسة برلمانية في تونس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، والشاهد يعرض ملامح برنامجه الحكومي. أهلا بكم إلى نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن. أعلنت مصادر ميدانية بداية عودة المدنيين إلى مدينة جرابلس السورية عقب فرض قوات المعارضة سيطرتها بالكامل على المدينة وفرار عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية. وقالت المصادر إن قوات المعارضة تقوم بتمشيط المدينة وتطهيرها من الألغام والمفخخات. من جهة أخرى، استبعد رئيس الوزراء التركي بن علي يردرم أن تنسحب القوات التركية من الأراضي السورية بشكل سريع، وأكد أنها ستبقى ما يلزم من الوقت لتطهير المنطقة الحدودية من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات المسلحة. حدود الساعة 6 مساء تمت السيطرة بشكل كامل على المدينة، والآن نقوم كجبهة شامية بالتعاون مع أخواننا في بقية الفصائل بالحفاظ على الممتلكات العامة للمدينة، نزع الألغام، الحفاظ على أرواح المدنيين. نسعى إلى عودة الحياة بشكل طبيعي في المدينة. هاي ساحة الشهداء اللي نحن واقفين عليها جنب اليوم، هاي كانت داعش تستخدمها للتعدي على المدنيين، لصلبهم، لشنقهم، لتنفيذ حالات الإعدام والتفجير في أهلنا المدنيين. إن شاء الله صارت ساحة الشهداء تابعة للجيش الحر، وإن شاء الله راح يكون هذا المكان قمة في الراحة وفي الأمان وفي الحرية لشعبنا السوري بإذن الله. دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى ضمان سلامة سكان مدينة درية أثناء ترحيلهم بموجب الاتفاق المبرم بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر من المعارضة خروج أول دفعة من السكان على متن حافلات الهلال الأحمر نحو منطقة الكسوة الخاضعة لسيطرة النظام. وقد تعرضت درية على مدى ال4 سنوات الماضية لشتى أنواع القصف، لا سيما البراميل المتفجرة التي دمرت المدينة بشكل كامل. كما فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصارا خانقا على المدينة ومارست سياسة التجويع بهدف إفراغها من المدنيين. درية عاصمة الغوطة الغربية، والتي تجاوز عدد سكانها ما قبل عام 2011 500,000 نسمة، يريدها نظام الأسد خالية من السكان بعدما دمر أكثر من 80% من مبانيها. خربت درية التي لا يفصل بينها وبين مركز دمشق سوى بضعة كيلومترات بسلاح التجويع والحصار، وكذلك بأسلحة محرمة دولية كان آخرها البراميل المتفجرة بكل أنواعها، ومنها المحشوة بمادة النابالم الحارقة. 4 سنوات من العقوبات اللا إنسانية المتواصلة ضد أهالي المدينة، ذنبهم أن درية كانت على رأس الاحتجاجات التي انطلقت ضد الأسد في آذار مارس من عام 2011. تتمتع المدينة بأهمية استراتيجية، وتقع درية جنوبي العاصمة دمشق، وهي ملاصقة لمطار المزة العسكري حيث سجن المزة الكبير ومركز المخابرات الجوية، موقع عسكري حرصت قوات النظام على تحصينه طوال 4 سنوات. درية كانت استثناء بالنسبة للنظام وخطا أحمر تسعى لتأمينه بشتى السبل، ولم تدخر جهدا في استعادة المدينة، فبعد فشل سياسة التجويع والوعيد لجأ النظام لعقد اتفاقية مع لجنة تمثل فعالية مدينة درية العسكرية والمدنية، خلصت للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين والعسكريين منها. وبمقتضى الاتفاق الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، فسيخرج المدنيون إلى ريف دمشق على أن يغادر العسكريون إلى إدلب مع أسلحة
أسلحتهم الفردية، ويشمل المدنيون المسموح لهم بالخروج إلى ريف دمشق كل شخص لم ينشق عن الجيش ولم يتخلف عنه، فضلا عن النساء والأطفال. وتشير تقارير محلية بأن أغلب سكانها نزحوا منها ولم تبقى سوى أعداد بسيطة محاصرة داخل المدينة. ويشترط النظام السوري إفراغ المدينة بالكامل خلال أيام لتأمين مواقعه العسكرية التي قاتل سنوات عدة من أجل تحصينها من هجمات المعارضة. معنا من اسطنبول الناشط في مجال الغاثة الإنسانية محمود طويل. سيد محمود، مرحبا بك. بداية، ما هي الآلية التي يتم من خلالها إجلاء المدنيين وإلى أين؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. بداية، الاتفاق أبرم في من أجل إجلاء أهالي دارية وتهجيرهم كي يخرجوا من دارية في دفعات، في على عدة دفعات. وكانت الوجهة الأساسية في البداية كانت صحنايا، ولكن تغيرت الآن وجهة الدفعة الأولى التي خرجت اليوم، وهي تقل ما يقارب 487 شخص بين مدني والقليل من العسكريين أو الثوار الذين يحملون السلاح. الوجهة الآن، وجهة القافلة الآن إلى منطقة تسمى حرجلة بالقرب من الكسوة في الغوطة الغربية، ثم تتجه إلى قلعة المضيق، ثم إلى إدلب في على الشريط الحدودي في باب الهوى، معبر باب الهوى. يتم تجهيز مكان إقامة للإخوة المهجرين. نعم، على ضوء التجارب السابقة سيد محمود، ما الذي يضمن سلامة المدنيين وخروجهم الآمن، خاصة وأن النظام قد أعلن وهدد علنا خلال المفاوضات بأنه سيبيد المدنيين في حال عدم خروجهم من المدينة؟ نعم، يعني صراحة أستاذي الكريم، هذا الإعلان كان مفاجئ جدا، خصوصا أن الأمم المتحدة كانت بصورة هذا الاتفاق، وهذا الإعلان كان مفاجئ جدا أن يعلن النظام أنه سيبيد المدنيين إن لم يخرجوا الثوار الذين يحملون السلاح. المشكلة أنه لا ضمان أبدا للنظام، فقد حصلت عدة حالات مماثلة في صحنايا، في برزة، في القابون، عدة حالات مماثلة تم إبرام اتفاقيات وتم إبرام معاهدات مع النظام، ولكن النظام كان يقوم بالاعتقال وكان يقوم بممارساته الاعتيادية من الاستيلاء على الأموال أو الاختفاء القسري لبعض الأشخاص، حيث يتم يعني خطفهم دون معرفة جهة الاعتقال أو مصير الشخص. صراحة يعني المخاوف أكيد موجودة على جميع من خرجوا، ولكن الضمان يعني لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة ضامنة، وخاصة يعني شوف تماما رأيناها عجزها في جميع المناطق المحاصرة وآخرها دارية. في نهاية الشهر السادس دخل وفد من الأمم المتحدة إلى دارية، ولكن هذا الوفد كان خجول جدا، منذ 4 سنوات لم يدخل أي وفد إلى دارية، بعد 4 سنوات يدخل وفد خجول جدا لمعاينة أوضاع المدنيين، وبعدها يضطر الثوار إلى تسليم المنطقة كاملة وخروجهم هم والمدنيون. هذا يعني يؤدي تماما إلى أن الأمم المتحدة عاجزة عن أي شيء، عاجزة عن إدخال أي مساعدات إلى المنطقة، عاجزة عن كسر الحصار، وبالتالي هي عاجزة عن تقديم ضمانات بسلامة المدنيين. يعني هذه السلامة لا أحد يضمنها، لأن النظام لا يؤمن جانبه إطلاقا. نعم، الآن وقد تم تهجير المدنيين سيد محمود، كيف سيتم إعادة توطينهم؟ هل سيتم إعادتهم إلى المدينة بعد عودة مؤسسات الدولة إليها كما يقول النظام؟ سيدي الكريم، عن أي نظام تتحدث؟ عن أي مؤسسات دولة تتحدث؟ رأينا في حمص القديمة ماذا حل. أنا أتحدث سيد محمود عن نرى في المناطق نعم. كلها التي يجتاحها نعم. النظام ويهجر أهلها. نعم، أنا أتحدث عن ما جاءت به وكالة الأنباء السورية اليوم. في كل المناطق التي يهجر نعم.
نعم سيدي، لا أكيد أكيد، لا 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 أتهمك أنت، يعني أنا أرد على الكلام سيدي الكريم. الهدف هو تهجير السكان، الهدف هو التغيير الديموغرافي للبنية السورية، لبنية دمشق ومحيطها، هذا هو الهدف. عن أي مؤسسات دولة؟ هذا النظام لم يبني أصلا مؤسسات دولة، هو بنى مؤسسات للنظام فقط له نفسه. ففي هذه الحالة، في حالة الثورة، سيبني مؤسسات دولة لإعادة الناس. يعني رأينا كل المناطق التي يجتاحها النظام ويدخلها، هو يعيد الأشخاص الذين يريدهم فقط، ويبدأ بتمليك كل الأراضي وكل العقارات ومعظم العقارات ومعظم الأراضي، يبدأ بتمليكها لرجال الميليشيات التابعة له، إن كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى أيضا. يبدأ بتمليك الإيرانيين، يبدأ بتمليك اللبنانيين، يبدأ بتمليك أناس ليسوا من أهل المنطقة ولكنهم محسوبون على الميليشيات التابعة له. نعم، من اسطنبول الناشط في مجال الإغاثة الإنسانية سيد محمود الطويل، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف اليوم سبل التنسيق العسكري لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وكان كيري قد أعلن في وقت سابق أن محادثات بشأن هذا التنسيق تجري منذ أسابيع، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق قريب. وتتمثل أهم عناصر التنسيق بين البلدين في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة، كما بحث الطرفان الوضع الإنساني في سوريا وتفعيل الهدنة. وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد شدد أمس على أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير على مبادرات الأمم المتحدة لإطلاق العملية السياسية في سوريا. تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الذي أدى إلى مقتل 11 شرطيا وإصابة العشرات بجروح في مدينة شرناق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا. وقال مسؤولون حكوميون إن الهجوم استهدف مقرا للشرطة وتم تنفيذه بواسطة سيارة ملغمة. ويأتي الهجوم بعد مرور يومين على توغل القوات التركية في الأراضي السورية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد. ونبقى في تركيا، حيث افتتح اليوم أحد أكبر الجسور المعلقة في العالم في حفل ضخم حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء دول غربية وعربية، من بينهم ملك البحرين حمد عيسى آل خليفة. الجسر الجديد المعلق فوق مضيق البوسفور يحمل اسم السلطان ياوز سليم، ويربط شطري مدينة اسطنبول الأوروبي والآسيوي. وتأمل الحكومة التركية في أن يساهم الجسر في حل أزمة المرور التي تعاني منها المدينة. وفي كلمة ألقاها أثناء حفل الافتتاح، دعا أردوغان التنظيمات التي وصفها بالإرهابية لإعادة حساباتها، لأن تركيا لن تنجر وراء المؤامرات. وقال إن تلك المنظمات لجأت للاعتداءات الإرهابية بعد أن أيقنت أن تركيا لم تتراجع في مكافحة الإرهاب، وبعد انطلاق عملية درع الفرات في جرابلس سوريا على حد تعبيره. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا. ترحيب دولي بقرار مجلس الدولة الفرنسي تعليق حظر البوركيني. يعقد مجلس النواب التونسي جلسة مخصصة للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وفي مستهل الجلسة عرض الشاهد برنامج حكومته المقترح، ومن أبرز ملامحه التركيز على الأولويات الملحة وعلى رأسها الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد ودعم التنمية. وقال إن حكومته قد تضطر لتبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تتمكن البلاد من تخطي الصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي. في 2017 إذا ما عملنا شيء باش يكون أكثر أصعب بكثير، أصعب بكثير، باش نكونوا مجبورين على اتباع سياسة التقشف. إيش معناها سياسة التقشف؟ معناها الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها، مصاريف الصحة، مصاريف الضمان الاجتماعي، ستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين، ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين وعلى الشركات، ستكون مجبرة على إيقاف الاستثمار في التنمية وفي البنية التحتية. هذا هو التقشف اللي ماشيين له إذا ما عملنا حد شيء
في 2016. ومعنا من تونس مراسلنا وسام الدعاسي. وسام، ماذا في حصيلة جلسة البرلمان اليوم؟ نعم هشام، جلسة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الجديدة ما زالت متواصلة إلى حد الآن منذ الصباح إلى حد هذه الساعة المتأخرة من مساء هذا اليوم. مداخلات النواب يتوقع أن تنتهي بعد حوالي ساعتين على أن تحال الكلمة لرئيس وزراء تونس المكلف أو الجديد يوسف الشاهد للرد أو للتعقيب عن مداخلات النواب وانتقاداتهم وكذلك اقتراحاتهم، ثم سيتم بعد ذلك المصادقة على حكومة يوسف الشاهد المطالبة بالحصول على أغلبية 119 أصوات من إجمالي 217 نائبا في البرلمان. المصادقة على هذه الحكومة هشام يبدو محسوما حتى من قبل عرض هذه الحكومة على مجلس النواب هنا في تونس، باعتبار أن الأحزاب الفاعلة في تونس والبارزة والتي لها ثقل ويعني وزن كبير في البرلمان أعلنت مساندتها ودعمها لهذه الحكومة رغم أعلانها عن تحفظاتها بخصوص تركيبتها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا النائب عن حركة النهضة في تونس السيدة يمينة الزغلامي. السيدة يمينة الزغلامي، ما مدى حظوظ هذه الحكومة بعد نيلها الثقة في نجاحها وباعتبار يعني التحديات التي تواجهها وبالنظر الخلافات التي يعني اندلعت قبل بعد نيلها الثقة بخصوص تركيبتها؟ أولا حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة وحدة وطنية بامتياز، الحمد لله يعني جزء من المعارضة أو جزء من جهة الممانعة التي كانت رافضة للحوار، رافضة للنقاش، رافضة للمشاركة. الآن هؤلاء يعني قدروا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة وشاركوا في هذه الحكومة التي تنتظرها تحديات صعبة جدا اقتصادية واجتماعية. إذا إن شاء الله حظوظها متوفرة، وأنا هنا أريد أن أقارن بين الحوار الوطني الذي أفضى إلى الدستور وأفضى إلى نجاح الانتقال السياسي. نحن نجحنا في الانتقال السياسي، الآن تونس في حاجة للنجاح في الانتقال الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي، والحمد لله هناك مجموعة من الأحزاب التي كانت معارضة وهي معارضة وطنية تحملت مسؤولية والآن تشارك في حكومة السيد حمص السيد. هذه الحكومة حظوظ نجاحها أكيد في فريقها المتضامن، في فعلها على مستوى الملفات الأساسية الكبرى الاقتصادية، ثم مقاومة الفساد، ثم الملف الاجتماعي ككل في تونس. لكن هناك إجراءات عاجلة لابد أن تقوم بها الحكومة في الأشهر القليلة القادمة. ضمان نجاح هذه الحكومة العمل الرقابي للبرلمان، برلمان الشعب لابد أن يمارس العمل الرقابي بكل جدية وفي إطار يعني حتى تنقيح النظام الداخلي. أداء البرلمان في الرقابة هو أداء متوسط وفي بعض الأحيان أقل من المتوسط. هذه الأسئلة الشفهية أو المسألات التي تأخذ وقت كبير إلى حين يعني إقرارها وإلى حين يعني تتبعها في الجلسة العامة، الآن هذه الحكومة لابد أن البرلمان أن يراقبها بشكل فعلي وبشكل مستمر لكي نستطيع معا في إطار المصلحة الوطنية أن خاصة سنة 2017 أن تونس يعني تقفز على هذه السنة الصعبة بحلول إن شاء الله تكون حلول مشتركة بين السلطة التشريعية في مبادرة تشريعية في عمل رقابي وبين أداء الحكومة. نعم، النائبة عن حركة النهضة السيدة يمينة الزغلامي، شكرا على هذه المداخلة. فقط هشام، هناك ترقب في تونس لنسبة المصادقة على هذه الحكومة التي من المتوقع أن تحظى بأكثر أو على أكثر من 160 صوتا في من نواب البرلمان. هشام مراسلنا وسام الدعاسي، كنت معنا من مقر البرلمان في تونس، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من سماهم بالشرفاء في مجلس النواب العراقي إلى النأي عن المجلس إذا لم تسند وزارتا الداخلية والدفاع إلى مرشحين مستقلين خلال مدة أقصاها 45 يوما. كما طالب الصدر العراقيين في بيان بعدم السكوت عن أعضاء البرلمان، وأكد على ضرورة الإسراع في تسمية وزراء مستقلين جدد بعيدا عن الطائفية والحزبية.
وتأتي تصريحات الصدر بعد أن صوت مجلس النواب العراقي يوم أمس بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بالفساد قدمها ضد رئيس المجلس سليم الجبوري وعدد من النواب. استشهد شاب فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة عفرة القريبة من بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية. ودعت قوات الاحتلال أن الشاب اقترب من موقع عسكري ورفض الانصياع لأوامر أفرادها الذين أطلقوا عليه النار، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة استشهد على إثرها بعد وقت قصير. إلى اليمن الآن، حيث تمكن الجيش الوطني مدعوما من المقاومة الشعبية من قطع طريق الإمداد الرئيسي للحوثيين الذي يربط بين محافظتي مأرب وصنعاء، وذلك بعد سيطرته على جبل المداوير الاستراتيجي في مديرية نهم شرق صنعاء بإسناد من طائرات التحالف العربي. كما استكمل الجيش الوطني سيطرتها على جبل القتب في المنطقة وسط تواصل المعارك بين المقاومة الشعبية والحوثيين. هذا وشن طائرات التحالف غارات عدة استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في المنطقة. في هذه الأثناء تستمر الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في منطقتي مدارات وحذران بتعز، يأتي ذلك بالتزامن مع قصف الحوثيين على الأحياء السكنية وسط المحافظة، كما قصف الحوثيون وقوات صالح جبل هان الاستراتيجي ومناطق في الجهة الغربية التي سيطرت عليها المقاومة والجيش قبل أيام. أعلنت وكالة الدفاع المدنية الإيطالية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب إيطاليا قبل أيام إلى 267، وقد سجلت أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال الليل وسط إيطاليا بلغت أقواها 3 درجات و13 درجة. هذا وتواصل فرق الإغاثة عمليات البحث عن ناجين محتملين، بينما أعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال. أعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ترحيبه بقرار مجلس الدولة الفرنسي إلغاء حظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني، مؤكدا على الحاجة إلى احترام الكرامة الشخصية للإنسان. وأثنت منظمة العفو الدولية هي الأخرى على ما وصفته بالحظر التمييزي الذي تغذيه روح التعصب. واعتبر مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اعتبر أن المخاوف الأمنية في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها فرنسا ليست مبررا كافيا لقاء منع ارتداء البوركيني الذي أصدره رؤساء بلديات أو بلدات سياحية فرنسية. أصبحت مدرسة الموسيقى التي أسسها عازف الجيتار الأمريكي أني غرودولا في العاصمة الأفغانية كابول ملاذا لنحو 50 طفلا معظمهم من الأسر الفقيرة لتعلم العزف على الجيتار. ويقول غرودولا إنه يأمل من خلال دروس العزف التي يقدمها للأطفال ترسيخ مبادئ السلام والمحبة في البلد الذي مزقته الحروب. بهذا نأتي لنهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم.